طيب الله يصبحكم بالخير. إن شاء الله اليوم حنبدأ نحكي عن الكالوريز انتيك في الجرياتريك. أول حاجة بدنا نقول إيش هي الكالوريز؟ الكالوريز هذه عبارة عن units وحدات of heat that are used to measure the available energy in consumed food. يعني أنت قديش تأخذ أكل، قديش في هذا الأكل كالوريز، قديش في وحدات طاقة. إذن الكالوريز هي مقياس للطاقة اللي بيعطيك إياها الأكل. Many factors influence how many calories will be used by a person. حاجات كتير بتأثر على كمية الكالوريات اللي انت بتحتاجها، مثل اكتر حاجة الاكتيفيتي باترن، انت ايش بتشتغل، ايش بتسوي. انت رياضي بتجري كل يوم 6 كيلو، بتشتغل في اعمال شاقة، بتلعب رياضات ثقيلة وبدها مجهود، انت بتشتغل باعمال متعبه وبتحتاج تسلق وبتحتاج حمل اشياء ثقيله، فمعناه انك بتستهلك. انت شغلك في مكتب، انت طالب بس يعني بتكون جالس وبتسمع للمحاضرات وبس، بتسمع حتى حكي بتحكيش، فيش جهد، فيش حاجه بدها كميات من الكالوري. الجندر، الجنس، البادي سايز، قديش حجمه الواحد، عمره، العمر كمان بيأثر. طبعا كل ما يزيد في العمر كل ما حيبدأ يقل الكالوريز اللي بدك اياها، لانه الخلايا بتبطل تتجدد. البادي تمبريتشر، الحرارة، كمان الحرارة لما كل ما بكون الجو اللي حواليك شوب كتير، الأيض الغذائي بيزيد، عملية الاحتراقات بتزيد. emotional status، الحالة النفسية. temperature of the climate in which the person lives، المناخ بشكل عام تبعكم وتبع البلد اللي انت عايش فيها. in general when a person calories intake is in balance، لما يكون الواحد الكالوريز انتيك تبعته في وضع متوازن، معناه ان وزنه بده يضل ثابت. With the energy needs of body his or her weight remain constant. اذا انت بتاخذ كالوريات متناسبه معك ومتوازنه مع حاجتك، يعني انت اللي بتاخده قد اللي انت بدك بحتاجه عشان ايش تستهلك طاقه، سواء في طاقتك للشغل او اللي حاجه اللي بنسميها البيزل ميتابوليك ريت، اللي هي الطاقه اللي بتلزم لجسمك من دون ما تعمل اي مجهود. When calories intake exceeds energy needs، اذا انت بتاكل اكثر من اللي انت محتاج، وايش بدك تصير؟ بدك تنصح، بده كل النيل يعني الانكريز هذه في الكالوريز converting into adipose، بدها تتحول ل fat tissue، ل اللي هو أنسجة دهنية، ويخبيها الجسم تحت الجلد storage، and the individual gain weight، وبالتالي أنت إيش راح يصير فيك؟ راح تتخن. When the calories intake when the caloric intake is less than the energy needs، لكن إذا أنت كل يوم بتعمل 4-5 آلاف كيلو كالوري وما بتاكلش إلا 1000 كيلو كالوري واحد، معناه انه انت الكونسيومينج تبعك للكالوريز اكثر من الايش، من اللي انت يعني بتستقبله، فبالتالي حيخس وزنك. في عندنا عده نيوتريانتس، مغذيات بروفايد ديفرنت اماونت اوف كالوريز، يعني في عندنا احنا دهون، في بروتينات، في كربوهيدرات، مش هيك الأكل؟ كل واحد فيهم بده عدد من الكالوري مختلف. يعني مثلا الفاتس معروفة أنها بتعطي أعلى نسبة من الكالوريز،
which come from either plants, ممكن تكون جاية من النباتات زي زيت الزيتون، زي زيت اللي هو تبع الشمس، هذه الزيوت كلها زيوت نباتية. or animal source زي البتر اللي هي الزبدة اللي جاي سواء الحيوانية أو من الحليب، ما هي برضو حيوانية. وكل هدول الأنواع بيعطوا 9 كيلو كالوري لكل جرام، تصوروا الجرام منهم بيدي 9 كيلو كالوري. أها، طب كيف أنا عرفت إنه كتير؟ يعني لو أقارنها مثلا في البروتينات أو في الكربوهيدرات، نفس الجرام من البروتينات أو من الكربوهيدرات بدي بس 4 كيلو كالوريز. وبروتين أند كربوهيدرات يلد 4 كالوريز. فيتامينز مينرالز أند واتر يلد نو كالوريز. بالمرة الفيتامينات والمية ما بتعطيش أي كالوريز. فتصدقش حد بيجي بيقول لك والله أنا ناصح من كتر شرب المية أنا بشرب مية بشكل رهيب. مش صحيح، بتخليش الواحد يصير ناصح المية أبدا. الكحول كمان، الكحول بيدي مية صحيح، لأنه هو من أنواع السكريات المعقدة يعني المتحولة إلى كحول، وبيعطي 7 كيلو كالوريز، قريب من الدهون وأكثر ملاحظين من الكربوهيدرات والفات. لذلك طبعا متأكدين إحنا أنه هو حرام وبالنسبة لنا كشريعة، ولكن إحنا هنا بندرس عشان نكون عارفين أنه هو، يعني مثلا نكون عارفين ليش الأجانب بيكونوا في الشتاء مثلا بيشربوا كحول ولابسين نص كم، لأنهم بيكونوا عندهم كميات من الكالوري عالية من كتر منازل إيش يبلبع من الكحول هذا، فحاسس بطاقة رهيبة عنده، لأنه كمية صغيرة منه بتديك 7 كيلو كالوري. شوف الفرق، يعني أنت لو بدك تأكل 10 جرامات بروتين ولا 10 جرامات فات، 10 جرامات فات بتأخذ أكثر من ضعف كمية البروتين ولا الكربوهيدرات. Studies have shown that caloric intake, that caloric needs in healthy individual decrease gradually with age. قال لك مع العمر الكالوريز اللي أنت بتحتاجها شوي شوي بتقل. يعني ايش معناها؟ كل ما بتكبر اكثر كل ما بقل احتياجك للكالوري. As there is decrease in muscle and lean tissue mass and an increase in adipose tissue. طلع انت على سيدك ولا ستك، لما بيجي بتعال الصبح افطر بتلاقي بقول 3-4-5 لقمات، كان بقول لك ايه خلاص شبعت. كل ما بيكبر في السن بخف أكله أكتر. ليش؟ وبتلاقيه صاحي من صراصير الفجر، حاجته للنوم قلت، حاجة الجسم للكالوريز برضو قلت. طب ليش؟ لأنه بطل فيه في الجسم اللي هو عضلات تستهلك الكالوريز. العضلات الهبر يعني قلت من الجسم. عضلات إيده تطلع في إيده بتلاقيك في جلد مدلة، عضلات فخده بتلاقي يده زي ما بيحكوا جلد على عظمة، وين صار في عنده بس كل العضلات تحولت لفات تيشو وديبوز تيشو، وبطل في عنده مصل بالك لأنه ما بيستخدموش، لا بروح بجري ولا بروح رايح جاي ولا على السوق ولا، كل ما عضلات لا تستخدم بتضمر وبتدوب وبتتحول لدهون. عشان هيك ما فيش حاجة إله لإيش، لأنه يأخذ كالوريز. With these muscle and fat changes, the basal metabolic rate, حتى البيزل ميتابوليك ريت اللي من غير جهد بيبدأ بيصير أقل. The rate at which the body use calories, هذا هو البيزل ميتابوليك ريت. The rate decreases, بيبدأ يقل. The normal decrease in physical activity commonly seen with aging further slow. The rate at which the body burns calories. تمام؟ ببطل الجسم يحرق من الكالوريات اللي جياله، لأنه ما فيش عنده حاجة إلها، ما فيش مصل بدها تتغذى عليها، فبتصير أصلاً ما بدوش كالوريز كتير، فبالتالي بيخليك أو ما بيجبركش جسمك إنك تأكل كتير وبتكتفي بأقل القليل. طبعاً هذا كل ما بكبر السن كل ما بيزيد. Healthy individuals
who maintain an active lifestyle that includes exercise may see little need to change their caloric intake. واحد بيقول لي لا يا عم كلامك هذا فيش منه، هاي انا سيدي ما شاء الله عنه بصحى الصبح بنمشي كتير بس بقدر الدنيا بصحى، وبقوم عدل بده ياكل، بقعد يدور على الزيت وعلى الزيتون وبعد هيك ايش بسوي؟ بصحى بحاله بطلع على الارض وبقعد ينكش تحت الشجر. ايوه الناس الكبار في السن اللي بحافظوا على مستوى معين من الرياضه، من الاكسرسايز، من التمارين، من استخدام يعني عضلات جسمه، بضلوا محافظ على انه ليش في عنده عضلات، لسه في عنده عضلات ما دبتش، مش قاعد بعملش حاجة فبالتالي بكون حاجته للكالوريز لسه موجودة، وان خفت قليلا لكن لسه موجودة ولسه بده ياكل ولسه عنده القدرة على العطاء والإنتاج، وبالتالي محتاج لكميات من الكالوريز عشان تدي القوة للقيام بذلك. In active individuals الناس اللي ما بتعملش شيء may need to restrict calories intake significantly، ما بعملش حاجة فحي بطل، لا مش جاي على بالي، كل بياكل من أي حاجة يدوب لقمتين وخلاص بيستكفي لأنه no need. The lowest recommended daily intake into adequately meet nutritional needs is 1200 calories. اللي بيلزم بشكل طبيعي لأنه يعني يكفي لاحتياجك للكالوريات يوميا من غير ما تعمل ولا أي حاجة، اللي بنسميه بيزل من تابولي كريت، عند الأضلت حوالي 1200 كيلو كالوري، 1200 كالوري. تمام. اذا انت مطلوب منك انه انت تعرف قديش انت بتحتاج فوق ال 1200. في الى تصنيفات، اذا انت كنت مريض يمكن تحتاج 25% مثلا فوق ال 1200. اذا انت كنت بتشتغل اعمال شاقه جدا يمكن تحتاج 100% فوق ال 1200، يعني تحتاج كمان 1200. طب كيف بدنا نحسبه مدور؟ بدك تحسب كل يوم قديش بتاكل فات، قديش بتاكل بروتين، قديش بتاكل كربوهيدرات. تمام. وتروح تضرب كل اكل جرام منهم، اكلت اكل من اكلت انت صحن فول او قطعه لحمه 50 جرام مثلا، واكلت جنبها صحن رز 50 جرام والرز عليه زيت 5 جرام والباقي عليه ملح وتومة وبصر ايش والحاجات هذه كلها هي بتديش كالوريز، ملح والتومة والبصل والفيتامينز ما بتديش كالوريز. اوكي ايش بضل؟ بضل الكربوهيدرات، الرز بيعطي كل 50 جرام، كل جرام بيدي 4 هي 200. طيب وش كمان؟ ولحمة بروتين كل واحد جرام بيدي كم؟ 4 هاي كمان 200، 50 هاي 200، 200 و200 هاي 400. طيب ايش كمان في عنا؟ في عنا 5 جرامات زيت، قول 10 جرامات زيت، 10 في 9 90 جرام، هذول لحالهم ما كانوش مبينين هذول في 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 الرز ولا حد شافه. طيب كويس، يعني عشان نسهل الحساب نحكي 100، وفي عنا 400 هي 500 كيلو. اذا انت لما اكلت قطعة لحمة صغيرة مع صحن رز 50 جرام، عارفين ايش يعني 50 جرام؟ يعني يدوب صحن صغنون، وقطعة لحمة 50 جرام يعني يمكن الفخدة بتطلع اكتر. تمام؟ هذا الفخدة اكتر من 50، اكيد اكتر. هذا اداك كم؟ حوالي 500 كم؟ لوين 500؟ حكينا تو 200 و200 400 و100 500 حوالي 500 كيلو كالوري. هيك انت اخذت نصف الاحتياج اليومي تبعك تقريبا. طيب نشوف النيوتريشن اند ديزيز. When determining the adequacy of calories intake, disease process must be considered. لازم انا اخذ بالي من ايش اذا في عندك امراض ولا حاجه، وانت وانا بحسب الكالوريز انتيك تبعتك والنيوتريشنال نيدز. ليش؟ حكينا انه بعض الامراض بتحتاج انه الواحد ياخذ
30% فوق الكالوريز نيد تبعته. في بعض الامراض مثلا واحد عنده بيرن مثلا بيحتاج حوالي 80%، ممكن يوصل ل 100% اباف اللي هو البيزل ميتابوليك ريت تبعته. تمام، الناس اللي بتذكروا هذا في التقييم اخذناه وبالتفصيل وحسبناه. تمام، disease that result in restricted mobility and physical activity arthritis وستروك. واحد طيب احنا هو المرض اللي عنده arthritis، تمام، فايش بنقول له؟ تتحركش كتير، تمشيش كتير، بصار ايش تعملش كتير، يعني ممنوع عنه الاكسرسايزات. طب هذا ايش بدي اسوي له؟ هذا بدي اقل الكالوريز نيد تبعته، الكالوريك، لانه الكالوريك انتيك تبعته لو سبناها بشكل طبيعي حيصفي انه يصير تخين كتير وعنده فات كتير، لانه المرض تبعه بيمنعه انه يتحرك بشكل كويس. اها، اذا زي ما في امراض بتستوجب الزياده في الكالوريك انتيكس، في امراض بتستوجب تقليل الكالوريز انتيكس. other disease process زي الكانسر او الكريتيكال ايرنس كان جريتلي انكريز ذا بودي كالوريز. تمام، اللي كنا بنحكي فيه تو انها بتزود حاجتك من الاحتياج للكالوري. individual suffering from diabetes mellitus require special prescribed diet. الناس اللي عندهم diabetes بدنا نحسب الكالوري تبعتهم واحنا ماخدين بالنا انه هو ياخذ الدواء الاكل عفوا اللي بنفع له اللي هو خالي من السكريات البسيطة واللي هو diabetic diet. This diet normally include consist carbohydrate intake and balanced amount of fat and protein. لازم يأخذ كربوهيدرات لكن من عشان تعطيله سكريات معقدة مش سكريات بسيطة. البادي ماس اندكس البي ام اي اللي حكينا عنه كثير اللي هو البيزل ميتابوليك ريت is a number calculated using a person's weight and height that is a reliable way to measure body fatness for most people. انا عشان اعرف انت سمين ولا انت within normal ولا انت وضعك نحيف، احسن مقياس تلاقوه هو اسمه البادي ماس اندكس اللي هو عبارة عن الطول على مربع، عفوا الوزن على مربع الطول. تمام، هذا التشارت بوضح اللي هو البادي ماس اندكس لعند 25، ملاحظين لعند 25 هذا تقريبا اللي هو بيعطيني الايش اللي فوق ال 25 وامشي النورمال، لعند ال 25 يعتبر الايش الطبيعي. طلع هنا هاي 23 24 24 24 24 24 خلص الطبيعي. قلت بدينا 25 بدينا نخش اوفر ويت، 25 26 اوفر ويت 26 كله 25 و26 25 اوفر ويت بنسميه. ايش يعني الاوفر ويت؟ يعني اكثر من الوزن الطبيعي بس لسه ما صنفناهوش مع اللي بنسميهم الاوبيز اللي هم الاسمان. أكثر من 30 طلعنا عند 29 كله إيش ماله؟ لسه معلم أصفر أوفر ويت. أكثر من اللي هو 29 يعني صرنا 30 30 تغير اللون، هذا إيش صار؟ أوبيز، يعني وضعه صار اسمين. لعند كم؟ لعند 39، هاي 39 لسه بخير، لكن لما صار 40 صار موربيديتي أوبيزيتي بنسميها. صار موربيديتي اوبيزيتي او موربيد اوبيزيتي يعني سمنه مرضيه، يعني هذه السمنه بتشكل خطر. وكذلك المارجن النورمال من عند ال 19 لعند ال 24 هذا يعتبر طبيعي جدا، اقل من ال 19 يعني 18 و17 هذول يعتبروا الناس اندر ويت، اقل من الوزن الطبيعي. تمام، هذا التشارت عشان يسهل عملية اللي هو تصنيف الناس. نفسه هياته نفس الحاجة، بنعتبر احنا قلنا لكم ال 25 هي الليمت، هي الحد اللي بصير 25 بصير اوفر ويت،
اقل من 25 طبيعي، اقل من 18 اندر ويت، اكثر من اللي هو 30 بيبدا يصير اوبيز، اكثر من يعني 35 حسب ما بتقول بعض المراجع انه اكثر من 35 بخش في الموربيد اوبيزيتي، وفي ناس مزودينها ل 40. تمام. طب ايش هي المغذيات؟ هيك احنا فهمنا الكالوريز انتيك، فهمنا ايش البيزل ميتابوليك ريتس، فهمنا كيف طبعا كيف بنحسبه برضه زي ما حكينا اللي هو الويت بالكيلوغرام على الهايت ان ميترز. خدوا بالكم من هذه حكايه الهايت ان ميترز مش بالسنتي، يعني مثلا انا مثلا بدي اكتب بنقول مثلا 90 كيلوغرام على 1.8، تمام، مش 180 سنتي، لا 1.8 متر 0.8. اوكي. النيوتريانس المغذيات اللي ما كتير وحكينا عنها سواء بروتينات او كربوهيدرات، اورثو كالوريك نيدز اوفن ديكريز وذ ايج، ذا نيد تو انكلود اول اوف ذا فيريس نيوتريانس داز نوت ذيرفور فود هاي ان نيوتريشنال فاليو، اللي هي النيوتريان دنس بنسميها الكثافة الغذائية، يعني قديش في مغذيات هذا الأكل، and relatively low in calories وما فيش فيه كالوريز كتير، must be selected to maximize the amount of nutrients the body receive while reducing the number of calories. مين يقول لي مين هم هذول أنواع الأكل اللي فيه لهم النيوتريان دنس عالي والكالوريز اللي فيها منخفضة؟ بكل بساطة هي عبارة عن الخضروات، وبالذات الخضروات الورقية، مليانة معادن، مليانة مينيرالز، مليانة حديد، لكن ما بتديش كالوري بسيط، يمكن إذا فيها في شوية حلاوة فيها شوية سكر، وبكون سكر كمان معقد يعني ما بيرفعش سكر الدم على طول، فعلشان هيك تعتبر الخضروات من أحسن المغذيات اللي بتحتوي على كتير من المغذيات اللي هي زي الفيتامينز والمينرالز، وما بتديش كالوريز، ومن أمثلتها الروكا، الخس، ورق العنب، الملفوف، كل الحاجات هذه الورقية ممتازة، ورق الفجل حتى ينصح تم بأكلها دائما نية أفضل من أنها تكون مطبوخة. Vital nutrients needed by all people include carbohydrates, protein, fats, vitamins, minerals and fluids. هذا اللي احنا بنحتاجه عادة. Because many foods contain a combination of these nutrients, various methods of determining nutritional balance have been developed. Okay. One way to measure the adequacy of person's diet and the nutrients and the nutritional intake is determined by combining his or her intake to accepted standards. طب ايش الستاندرز اللي هي المطلوبة؟ قال لك الستاندرز عملوها في حاجة اسمها my plate. The plate is divided into color-coded food group which include vegetables, fruits, grain and protein with the dairy on the side. ايش كيف هذا شكله؟ كيف تقسيمته؟ regardless of the total amount of food consumed, the proportion of food from each group should remain in balance. كمان كمية اللي بدك تاخدها من كل حاجة من التصنيفات الغذائية أو مجموعات الغذاء، سواء قديش أخذ بروتين، قديش أخذ كربوهيدرات، قديش أخذ فواكه، لازم يكون معروفة بنسب، يعني 20% من هذا، 30% من هذا. طيب كيف شكله الصحن هذا؟ The plan is intended to be simple so that people of all ages and educational background are able to use it. ولا لا، لازم الموضوع هذا يكون سهل وملون وبيخلي الناس بكل بساطة تعرف على طول ايش يعني قديش المفروض هي تاكل من كل حاجة. بكل بساطة هاي الشكل الايش الماي بليت، طبقي اللي بده يكون فيه زي ما شفنا حصة كبيرة خضرة من الخضروات، شايفين؟ بس شايفينها أكثر من الربع، يعني جاي لهيك شوية. طيب وحصة كمان مش يعني أقل منها شوية اللي هي من الفروتس، يعني بدنا ناكل فيجيتابلز أكثر على حساب الفواكه. طيب كويس.
وبعدين بدنا ناكل جرينز حصه اكثر من الربع، واخدين بالكم؟ ترى كل هذا هذول نص الاكل. اذا النص اكلنا اول حاجه المفروض يكون فيجيتابلز وفروتس. طيب النص الثاني مش بده يكون نص اكلنا خبز، النص الثاني اللي هو بده يكون فيه كميه من البروتين، ملاحظين هي حوالي 35% 30% يعني بتصل لحوالي اوقات 40% بروتينات، والباقي جرينز. ايش يعني جرينز؟ يعني حبوب كامله، يعني حمص، فول، جمع، بس كامله مش مهروسه ومطحونه ومن غير الالياف تبعتها، ولانك حتصير بتاكل بس كالوريز، فيش في اي شيء تاني. وجنب هذا كله الكلام بلزمك اي منتج من منتجات الحليب، كوبايه حليب، كوبايه لبن، كل هذه هي الحاجه اليوميه لكل واحد في كل وجبه غذائيه بتحددها انت. كم وجبه غذائيه بتحتاج انت اللي بتحدد حسب اللي هو حاجتك وطبيعه شغلك. النورمال انه الناس تاكل اللي هو 3 وجبات غذائيه يوميا اذا كانت انت بتاكل بالانس. بالنسبه للكربوهيدرات اللي هي زي ما بنعرفها زي القمح والطحين والرز هذه كلها اسمها كربوهيدرات، هذه بتحتوي على كميه من الستارشي شوجر، فيها كل اللي مدوب فيها، او يعني الطحين هذا انت لو مسكت خبزه واكلتها وخليتها في تمك تضلها تطول 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 وانت بتمضغ، بعد شويه بتبدا تحس انه صارت حلوه، بتبدا ايش تحلى، لانه هي عباره اصلا عن سكر بس معقد، فصار على شكل ايش النشا، النشا زي الطحين وزي زي النشا العادي اللي بتشتروه، هو عباره عن سكر بس سكر معقد. ايش يعني؟ يعني بتصير له بروسيسنج 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 لما يتم استخلاص منه السكر البسيط. يعني معقول كل كميات الخبز اللي بتاكلوها كل يوم بالاخر بتتحول سكر؟ طبعا لازم بالاخر تتحول، بتدوب نهائيا وبتتحول سكر. تمام. Simple carbohydrates are used most readily by the body because their bones are easily broken. عادة الجسم لما بده يمتص بده يمتص السيمبل شوجر، فبروح بضل يحول كل الحاجات المعقدة اللي انت اديته اياها وبيستخدمها. طب لو انا اصلا طول النهار مظبطه كل شوية وانا مديله ايش حبة نمورة، قطعة شوكولاتة، يبصر ايش، فهو انا نازل اديله سيمبل شوجر جاهز، فبالتالي ما فيش داعي. اللي بده اياه للطاقه اليوميه باخده من السيمبل شوجر، والخبز اللي وكميات الخبز والرز اللي بتكسحها كل يوم بروح ايش بما انها سكريات معقده بحولها لدهون وبخزنها تحت الجلد، وضلك انت ايش ماشي على هالوتيره ومن ل 70 ل 80 ل 90 ل 100 كيلو وهلم جره. كومبلكس كربوهيدرات must be broken down into simple sugar. هذا الكلام اللي انا شرحته توي، انا مشروع ثاني. Food such as vegetable, whole grain and the fruits contain complex carbohydrates. حتى زي ما حكيت لكم الفيجيتابل والفروتس والجرين فيها كربوهيدرات، الفول فيه كربوهيدرات، الحمص فيه كربوهيدرات، بس كومبلكس. ولما انت بتاخده بالمحتوى تبعه اللي هو الغلاف تبع حبة الفول أو حبة الحمص أو الحاجات هذه، أنت إيش أولا بتقلل كمية الكالوريز اللي أنت ممكن تاخدها. يعني أنت بدل ما تاخد صحن هالقد بما أنه مطحون و يعني ريموفد للطبقة القشرة تبعته ريموفد، هتاكل كمية أكبر لو كان مطحون بالشكل هذا، لكن كان لو كان حب كامل هتاكل كمية أقل. هاي واحد. اثنين، هتستفيد من الوظائف تبعت اللي هي الغلاف اللي موجود على حبة الفول أو على حبة الحمص، لأنها هتفيد جهاز الهضم تبعك، هتعمل بلك عندك، هتزود حجم الأكل في معدتك مع أنه أنت ما أكلتش كتير. طب انت ليش بتحكي لنا كل الكلام هذا؟ هي محاضرتنا تغذية ولا ايش الدعوة؟ انت وظيفتك تعلم الناس الكبار في السن اللي بيصير عندهم امساك كتير على الكلام هذا. بدل ما ياكلوا فول مجروش، لا ياكلوا فول بقشره،
الصبح بده يفطر بدل ما، طب مهم مش لو دقيناه مش مشكلة، المهم ضل القشر موجود، المهم ضل القشر موجود. الحمص كذلك، تمام. food that contain complex carbohydrates usually also contain other nutrients. كمان الكربوهيدرات فيها الفول والحمص والقمح والفاصوليا والحاجات اللي بنحكي عنها، مش بس فيها كربوهيدرات، فيها كمان بروتينات، فيها كمية من البروتينات، وفيها كمان فيتامينات ومعادن. كومبلكس كربوهيدرات ذا انستيتيوت اوف ميديسين ريكومند، طلع قديش وصوا انه احنا ناخذ كربوهيدرات، قال لك من 45 ل 65% من الكالوريز تبعتك المفروض تعتمد على الكربوهيدرات بشكل كامل، ولكن مش الخبز، الهولي جرين. هيني كمان مرة بحدد، مش الخبز، خاصة الخبز تبعنا. لو الخبز الموجود عندك يحتوي على كمية من النخالة، مش مرشوش عليه من برا زي الأفرام ما بضحكوا عليك، ولا معجون فيه، بكون أوكي بهمش. أما تاخد اللي هو الخبز عبارة عن قمح مطحون مالوش قشرة، ما فيش فيه اي انخالة، فبالتالي انت بتاخذ كميات خيالية من الكالوريز في حجم صغنون على الاخر. يعني الرغيف تبع البيت هذا 50 جرام، تصوروا بيد 200 كيلو كالوري، 200 الرغيف الصغير. طب في ناس اللي الرغيف عندها 4 لقمات، يعني بكون لما بده ياكل بده 6 7 منه، شوف كم كالوري اخذ بس من الخبز. طبعا الكومبلكس كربوهيدرات كونتين سيجنيفيكانت اماونت اوف سولوبل فايبر، حكينا عنها، على الفايبر، على الحمص وعلى الفول وعلى القشره تبعتهم، وهذا بريفنتنج كونستيبيشن والدايفرتيكولوسيس والدايفرتيكولايتس اللي اخذناهم في ميديكال سيرجيكال 1. كومبلكس كربوهيدرات كنترول اوف ماني ديزيز بروسيس، لما انت بتعمل تحكم للكربوهيدرات تبعتك وبتكون دائما ماخدها كومبلس، مش ماخدها فري شوجر اللي هو السكر البسيط اللي هو تبع النموره والشوكولاته والحاجات هاي، هذا حيأذيك. ليش؟ حيخلي في عندك ارتفاع شديد دائما في سكر الدم، لكن الكومبلكس كربوهيدرات هذه بتحافظ على ارتفاع سكر الدم بشكل منتظم، وبالتالي ممكن تعمل تنظيم للبلاد شوجر تبعك، تعمل ريديوس للبلاد كوليسترول كمان، حتى دهون الدم تقل وما تتراكمش في الدم وتعمل عندك جلطات سواء قلبية أو دماغية. كومبلكس كربوهيدرات also play an important role in the control of diabetes، زي ما كنت أحكي من شوية إنها بتتحكم في سكر الدم وبتخليه يكون واطي، فبالتالي ما بتحتاجش أنت تفرز كميات رهيبة من الإنسولين بشكل مستمر، فبالتالي مش حيصير بالسهل إنه أنت تكون عرضة لديابيتك من النوع الثاني اللي بينتج نتيجة اللي هو ضعف في إفراز السكر من البنكرياس أو خلل في الريسبتورز تبعت استقبال السكر. بالنسبة للبروتينز بدي أنا أتوقف عند البروتين، و يعني نكمل مع بعض في البروتين في لقاء